طيب دكتور ابراهيم، ايه هي بقى يعني انواع العلاج اللي المفروض بتقدم لهم؟ يعني علاج نفسي ولا علاج طبي؟ بيتقدم ايه الدوائي يعني؟ هو ادمان الانترنت الجزء بتاعه المهم اللي فيه، على عكس ادمان المواد المخدره او بتاع، ان انا بخلي المريض هيرجع للانترنت تاني بس يستخدمها بشكل ايجابي. تمام. على عكس ادمان المخدرات، انا بوقف ادمان المخدرات لازم بخليه يوقف يمتنع خالص عن ادمان المخدرات، لكن الانترنت لازم نستخدمه برجع استخدمه بشكل ايجابي، لان ده لغه العصر. ما حدش يقدر دلوقتي يستغنى على الانترنت، سواء في شغل سواء في تواصل سواء في معرفه، ما حدش يقدر يستغنى عنه. بس ازاي ارجع استخدمه بشكل ايجابي؟ ده جزء، اهم جزء في وده بيبقى علاج نفسي وعلاج حاجه سلوكي ادراكي وعلاج تحفيزي. جميع انواع العلاجات النفسيه اللي بيستخدمها وجلسات علاج جماعي، ناس عندها مشاكل في الانترنت بيقعدوا مع بعض جروب ثيرابي، جلسات علاج جماعي يتكلموا عن مشاكلهم في التعامل مع الانترنت وازاي يقدروا يتخلصوا من المشاكل دي. ساعات بنحتاج علاج دوائي لما الشخص بيخش في اكتئاب وعزله نتيجه القعده كتير على الانترنت، لان في امراض دلوقتي بقت مرتبطه بالانترنت، في امراض نفسيه، فيسبوك ديبريشن او اكتئاب الفيسبوك، في مرض تاني اسمه السوشيال نتورك فاتيج، اللي هو الشخص يرهق جدا من كتر القعده على النت، فقاعد طول الوقت مش مركز، عينين زغلله، بينام وهو قاعد على جهاز الكمبيوتر في اضطرابات الطعام بقت مرتبطه بالقعاد على الانترنت، السمنه كتير لانه قاعد